أولياء 60 طفلا من 26 بلدا بعد حصولهم على الجنسية الأمريكية، إنما تحقق في حياة أطفالهم يشكل حدثا تاريخيا. الأطفال الستون الذين تم الاحتفال بهم في مقر إقامة أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن يتحدرون من مناطق مختلفة من العالم، لكنهم أكدوا أنهم باتوا أمريكيين منذ لحظة استلامهم الجنسية الجديدة. من جانبهم قال مسؤول دوائر الجنسية والهجرة أن اختيارهم لمنزل الرئيس جورج واشنطن كمكان للاحتفال بالأطفال الأمريكيين الجدد يحمل الكثير من الدلالات. من فيرجينيا تقرير رابح فيلاري. لاختيار المكان ما يكفي من الدلالات والمعاني الرمزية، هذا منزل جورج واشنطن أول رئيس في التاريخ الأمريكي. هذا المكان هو الأكثر زيارة من قبل الأمريكيين، 80 مليون من الزائرين وصله حتى الآن من الأمريكيين وغير الأمريكيين. هذه هي المعاني التي حرص منظمو الحفل على إيصالها إلى الأمريكيين الجدد. إنها مناسبة خاصة أن نحتفل بهؤلاء المواطنين الجدد. 60 طفلا حضر منهم 58 وغاب 2 لظروف خاصة. حصلوا على الجنسية الأمريكية في احتفال رسمي أقيم بمونت فيرنون. هذا يوم تاريخي لي شخصيا ولأولادي، لقد انتظرناه طويلا. تختلف قصص هؤلاء الأطفال باختلاف قصص عائلاتهم ورحلة هجرة أوليائهم إلى الولايات المتحدة، فيما يأتي أغلبهم بمعية عائلاتهم إلى أرض المهجر هذه، يستقدم آخرون من قبل عائلات أمريكية لتبنيهم وإعطائهم فرصة حياة جديدة بالحياة بين الأمريكيين وبالحصول على الجنسية. ابنتي هذه استقدمناها من غواتيمالا لما كان عمرها 8 أشهر. تختلف مشارب وجذور عائلات الأطفال الأمريكيين الجدد دينيا، عرقيا، ثقافيا وحتى اجتماعيا، لكن جميعهم توحدوا أمام مشاعر اللحظة ورمزية المكان. لا أجد كلمات للتعبير عما أشعر به. فقرات الحفل توزعت بين أداء قسم المواطنة وسماع النشيد الوطني الأمريكي، إضافة إلى مقتطفات من الوعد الأمريكي، إلى جانب تسليم الأطفال شهادات الجنسية. هذا إنجاز في حياتي وحياة أحفادي. يتفق الأباء المهاجرون أنهم موحدون الآن جميعا بمعية أطفالهم تحت الراية الأمريكية، وأن اختلافاتهم العرقية باتت جزءا من الماضي، لأن لأرض المهجر هذه بحسبهم من العبقرية ما يكفي لإدابة الفوارق بين جميع الأعراق والثقافات، وهذه هي الروح التي نقلها أمريكيون من أجيال سابقة. في المستقبل طبعا يوم unbelievable زي ما بيقولوا، يوم سعيد جدا، سبحان الله ومبسوطين عشان مريم أخذت الجنسية. يتفق أيضا أولياء الأطفال ذوي الأصول الشرق الأوسطية أو الإفريقية أو الآسيوية أو الأمريكية الجنوبية أو حتى اللاتينية على أن اختيارهم للهجرة والانتماء للولايات المتحدة كان لأجل ضمان مستقبل أفضل لأطفالهم، وهذه اللحظة هي لتتويج رحلة العبور والحياة في العالم الجديد. رابح فيلالي، الحرة، فيرجينيا. وصلنا الآن مشاهدينا.